السلام عليكم. الفصائل الفلسطينية في غزة تهدد إسرائيل بالتصعيد في هذه الحالة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. جددت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أمس الأربعاء استعدادها للتصدي ضد إسرائيل إذا لم يتم تخفيف القيود في القطاع، معلنة بدأها سلسلة من الأنشطة لتكثيف الضغط على إسرائيل. وذكر الموقع الإلكتروني E24 نيوز مساء اليوم الخميس أن خالد البطش القيادي في حركة حماس قد أصدر بيانا أوضح من خلاله أن التصعيد أمر لا مفر منه إذا استمر الوضع الراهن، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية عليها إدراك أن الثمن وجودها يتعلق بإنهاء العدوان عن الضفة الغربية والقدس وإنهاء حصار غزة. وأعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة استعدادها للقيام بمسيرات كبرى في مخيم ملكة يوم السبت المقبل بالقرب من السياج الحدودي مع إسرائيل، وهو المخيم الذي كان مركز رئيسي للاحتجاجات الفلسطينية ضد الممارسات الإسرائيلية في عامين 2018-2019. ويشار إلى أن الأسابيع الأخيرة الماضية شهدت تصاعد التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي رغم محادثات وقف إطلاق النار الهادفة إلى تمكين قطاع غزة من إعادة البناء، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والمعروفة باسم سيف القدس في شهر مايو الماضي والتي استمرت 11 يوماً. وأشار الموقع الإسرائيلي إلى توقع مراقبين تصعيد الأعمال العدائية في المستقبل القريب بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وبأنه أمر لا مفر منه، فيما أكدت الفصائل الفلسطينية أن قدرتها الصاروخية باتت قوية وغير مسبوقة، وأن صواريخها جاهزة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.